يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بفقه الواقع الذي يدندن حوله كثير من الناس اليوم؟ فقه الواقع عندهم معرفة أمور السياسة ومعرفة ثقافة الصحف والجرائد وما ينشر، وأن الإنسان يكون على اطلاع من هذه الأمور، هذا عندهم هو فقه الواقع، الاطلاع على مجريات الأمور دون علم من علم الكتاب والسنة، هذا ما هو فقه ده. نعم، إذا كان الإنسان عنده فقه في الكتاب والسنة واطلع على الواقع وعلى مجريات الأمور هذا شيء طيب، أما أنه ينصرف عن فقه الكتاب والسنة ويشتغل بفقه الواقع فهذا ضلال، هذا ضلال. نعم.